semuanya dari golongan tumbuh-tumbuhan, semuanya tentara-tentara makhluk Allah akan menjaga orang-orang yang berilmu. فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد بالآخرة فعليه بالقرآن ومن أراد المال عليه بالقرآن ومن أراد بزوجة صالحة عليه بالقرآن ومن أراد الزوج الصالح فعليها بالقرآن ومن أراد الذرية الصالحة فعليه بالقرآن وكما قال القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في دعائنا المشهور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فالحسنة في الدنيا أن يبسط الله لنا هذه الدنيا بطلبنا للعلم وأن